الله الأستاذ نجم، أستاذ سرحان، حتى أنتم في حزب الأثار والمعاصر لا شك أن هناك أولويات ضمن برنامجكم وتوجهاتكم الوطنية، يعني كلمة في برنامجكم الانتخابي. احنا في حزب الأصالة والمعاصرة كما يعرف الجميع هو حزب أتى للقطع مع الدولة المركزية أو الدولة اليعقوبية والانفتاح على دولة الجهات، لأن حزب الأصالة والمعاصرة من أهم المراجع دياله هي الجهة، لأن الجهة هي الأسس التي يمكن الاعتماد عليها من أجل مواكبة الديمقراطية التي يشهدها العالم بأجمع. ومن الأولويات ديالنا في حزب الأصالة والمعاصرة كما تعرفوا جميعا هو الثروة البشرية، أن العنصر البشري هو الضرورة الأولى، لأن تهيئة العنصر البشري هو الذي باستطاعته أن يواكب جميع الإصلاحات التي ستعرفها بلادنا مستقبلا، لأن الرهان من الخطاب الأخير ديال جلالة الملك أن لكل زمن أو لكل مرحلة رجالتها، وكما تعرفون أن هذه الجهوية المتقدمة ستنطلق من الصحراء، لأن الصحراء هي التي ستكون نموذجا للجهة، ستكون في صلب هذه هذه الرهانات، وأن الانطلاقة ستكون من الجهة. لكن المشكل الذي جميعا علينا أن نتحدى عليه هو هذه النخبة، لأن هذه النخبة التقليدية التي أصبحت تتأكل شيئا ما عدا الحراك الذي يعرفه العالم العربي، لأن اليوم الشاب هو الذي يمكنه أن يطمح أو الذي سيقوم بهذه الإصلاحات، لأن الشباب لدينا كفاءات، لأننا أطر تسخر بها جهة الصحراء على الجهة الثلاث، وهنا في جهة واد ذهب الهويرة هناك أطر وكفاءات التي باستطاعتها أن تغير، لأن التغيير لديه بعد على المستوى البعيد. ولهذا يجب علينا جميعا أن نتحدى هذه المرحلة من أجل مواكبة هذه الرهانات، لأننا سنرسل رسالة لجميع القوى الدولية سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي، لأن أبناء الصحراء هم أبناء كفر وأطر ومن استطاعتهم أن يتغير. بالرجوع إلى برنامج حزب الأصالة والمعاصرة، حزب الأصالة والمعاصرة لديه تخطيط ما بعد الانتخابات، ولديه كذلك رؤية على المدى البعيد، لأن كما قلت لك في الأول أن العنصر البشري هو بالدرجة الأولى التي يعتمد على الحزب، بغض النظر عن القطاعات الاجتماعية سواء على المستوى الصحة، هناك برنامج سيدافع عنه الحزب في هذه الاستحقاقات 25 نوفمبر، على المستوى التعليم، على المستوى الاقتصادي هناك مخطط اقتصادي كبير سيشهده المغرب بعد الانتخابات. زين الأستاذ ناجم، إذا أسقطنا برنامج الحزب حزب الاتحاد الاشتراكي محليا، يعني لا شك ان هناك اولويات على المستوى المحلي طارحينها يعني في حسبانكم ضمن برنامجكم الانتخابي، يعني ما هي اولوياتكم محليا على مستوى جهه واد ذهب الهويرة؟ الحق الانتظارات الجهويه في جهه واد ذهب الهويرة هي انتظارات كبيره وكبيره جدا، ولكن مما لا شك فيها ان فيها اولويات. من ضمن الأولويات هي تثبيت استقرار دائم للسكان والجهة، وذلك من خلال يعني مجالات الاجتماعية بالخصوص، مجال السكن، مجالات الصحة نظرا للبعد اللي تعرفوا الجهة، البعد الجغرافي طبيعة الحال تعرفوا الجهة، مجالات كذلك التعليم، هذه مجالات اجتماعية، بالإضافة إلى تحصين الاقتصاد الجهوي، واللي بطبيعة الحال الجهة عندها مؤهلات كبيرة ومتمثلة في محاور اقتصادية معروفة، واللي الحزب على المستوى الوطني ما غيبها عن برنامجه كما قلت لك في النقطة الفائتة، هو يعني برنامج اقتصاد وطني قوي يعني متكامل. وإحنا في الجهة محليا نشوفوا عن بإمكاننا إبراز اقتصاد جهوي كذلك متكامل من خلال قطاعات معروفة وطنيا، وعندنا فيها الحظ الوافر والكبير جهويا، وهي قطاع ديال الصيد البحري اللي يعرفه الجميع، قطاع الفلاحة كذلك، وقطاع السياحة، هذه القطاعات اللي تميزت بهم الجهة مؤخرا، واللي بطبيعة الحال نحن سنحاول ضمان الاستمرار في تثبيت هذا الاقتصاد وإبرازه
وانعكاساته محليا وجهويا على الساكنه بصفه عامه. اختصاص البطاله مثلا بطبيعه الحال من نقول اقتصاد يعني متكامل، اقتصاد متكامل معناه معناها اقتصاد له يستمر، اقتصاد له يعرف نمو جهوي، له يمتص صراحه البطاله اللي هي عندنا بواحد النسبه معروفه وباينه، واللي الى تمكنا ان شاء الله بطبيعه الحال من اصول الى التسيير والمشاركه في الحكومه سيكون بطبيعه الحال من اولويات من اولويات الحزب، هو يعني وضع برامج جهويه محليه اللي تصعد باقتصاد وطني كامل متكامل. اللي نقد نقول كذلك في هذا الباب هو انخراط الشباب في تثبيت هذه الدعم الاقتصادية والانتباه لها، لانها انتباه لها هو الانخراط يعني في الشركات المتوسطه والصغيره والكبيره كذلك، الانتباه الى الثروات الطبيعيه ومحاوله يعني تثمينها محليا جهويا، لانه لا يعقل بان اذا قبضنا مثال على سبيل المثال بطبيعه الحال قطاع الصيد البحري اللي الجهه هي عمود كبير على المستوى الوطني فيه، وبالتالي لحد الساعة مازال الثروات غير تصدر إلى مواني أخرى، بالرغم من عندنا منشآت بنائية ومناطق صناعية اللي يمكن تعود دعامة من الدعائم الأساسية لتثبيتها الاقتصاد جهويا. تثبيتها الاقتصاد جهويا يعني كذلك امتصاص البطالة وعدم الانتظارية والاتكالية على بعض الأمور اللي لا يعني لا تحل المشاكل، بعد معالجة مرحلية تدبير يومي الحاجيات في الوقت اللي احنا شبابنا وشبابنا بالخصوص نقول بامكان يكون فاعل اساسي من الناحيه الاقتصاديه ومن الناحيه السياسيه على مستوى الجهه، وهذا صراحه ياتي في اولويه انشغالاتنا الانتخابيه بطبيعه الحال لا على المستوى الوطني ولا على المستوى المحلي. زين رانا الاستاذ سرحان بصير، هل هناك من اضافه وماذا تقول في الراي القائل بمقاطعه الانتخابات؟ أنا لست مع الرأي الذي يدعو إلى المقاطعة، ويبقى لكل اختياراته الشخصية، لكل من حقه، وأن التصويت هو تصويت واجب وطني، من حق المواطن أن يدلي بصوته، لكن المرحلة الفاصلة في بلادنا تدعي للتشجيع بكثافة للتصويت، لأن هذا لأن تدبير الشأن المحلي الذي يقوم به هذه النخبة التي أكل عليها الدهر والشرب، لأن المرحلة الراهنة هي مرحلة الشباب، لأن لنتحد، لأن التغيير نستطيع أن نغير، لهذا لا ندعي للمقاطعة، لأن هذه الجهة لديها كفاءات ولديها أطر شابة تستحق أن تواكب المرحلة الراهنة التي تحتدم عليهم. لكن أستاذ هذا لا يعني أن هناك يعني ناس راكموا تجربة موضوع 20 سنة و 30 سنة تجربة في الإدارة، يعني أنا يجب أن لا نقصر أنا جميعا. أستاذ لا أنا هو التغيير ليس في الوجوه، التغيير في طريقة التسيير التدبير، لأن انتقلنا في الوقت الراهن من التمثيلية إلى التدبير لا جيستيون، لأن التدبير هو التخطيط الاستراتيجي بعد النظر، بعد النظر يجب على المنتخب او الذي سيتقلد منصب في التسبير ليكون هناك لديه تخطيط لتخطيط مستقبل. وانا لست مع ان هذه النخبه منذ استرجاع الاقليم لحضر الوطن ونلاحظ نفس الوجوه، هناك بعض الاشخاص الذين لديهم تجربه كبيره في العمل السياسي وان ودبروا لنا اداء جيد بطبيعه الحال داخل الجهه، والحمد لله جهه واد ذهب الويره اكبر جهه من ناحيه المساحه في المغرب، ولديها كما قال الاستاذ لديها ثروات طبيعيه يجب ان تستثمر داخل الجهه، وكما تلاحظون انتم ان مدينه الداخل اصبح من المدن المغربيه التي لديها اطمئنان، لديها سياحه دوليه، وخير الدليل على ما يشهده الزوار في كل انحاء العالم من استراليا وامريكا في الفيستيفال الذي يقام في فبراير، هناك عده سواح، ولكن كما قلت لك استاذ يجب علينا ان نتحد مع التدبير. التدبير هو الذي سيرحلنا الى مراتب متقدمه في التسيير. استاذ ناجم نفس السؤال، يعني ماذا تقول
هناك أحزاب سياسية وحركات نادت بمقاطعة الانتخابات نهائيا. هذه أظن كما يقول البعض فرصة لبعض المفسدين أنهم يبقوا في أماكنهم. ما هو رأيك يعني في مقاطعة الانتخابات؟ وهل أنتم مع هذا الرأي؟ لا، سؤال كوني مع هذا الرأي غير جائز، لأن الاتحاد الاشتراكي من الأحزاب طبيعة الحال اللي دائما في أوقات صعبة السابقة كان يشارك، بالأحرى الآن الوقت اللي هو يعني وقت الحمد لله يتسم بنوع من الديمقراطية والحداثة، وكذلك إلزامية الضمير للمشاركة من أجل التغيير. الذين مثلا في بعض الأحزاب الأخرى يدعون إلى، وبعض التنظيمات تدعون إلى المقاطعة. لا، هي التنظيمات التي تدعو لماذا لها حججها، تعتبر أن مثلا لا زالت وزارة الداخلية تشرف على الانتخابات، ليست هناك أي لجنة مستقلة للانتخابات، لا زالت بعض يقولون يدعون أن المال حاليا يتحرك قبل حتى الحملة الانتخابية. يعني هناك بعض الأمور التي تشكك يعني في نوايا نحن في المستقبلية، وخصوصا أن وزارة الداخلية ضمنت نزاهة الانتخابات وتحملت المسؤولية في ذلك. نحن في الاتحاد الاشتراكي لا نرى صراحة سببا وجيها للمقاطعة بكل صراحة. يعني فيما يخص ضمان ونزاهة الانتخابات هناك آليات. ما هي الآليات يعني المثالية؟ ولكن هناك آليات يعني لمحاربة الفساد. كما تعلمون المرحلة الفائتة ومراجعة اللوائح الانتخابية اتسمت بإشراف القضاء، وهذا يعني شيء مهم وسيتطور إن شاء الله. فيما يخص المال الحرام كما تعلمون هناك آليات وهناك ضمان يعني بالنسبة للناس اللي يمكن تدخل، والملاحظين كما تعلمون هم قدامهم الانتخابات المقبلة. إذا كان فيه تصريف المال الحرام انتخابات لا بد يكشف عنهم. كما تعلمون وكما يحس الجميع، تعرفوا إلى حد الساعة هذه الحملة المخصصة لانتخابات 25 المقبلة لم تكن كحملات سابقة. الحملات السابقة كانت تطلق منذ شهرين لإعلان الانتخابات. الآن وإلى حد اليوم اللي هو اليوم الأخير من وضع ملفات الترشيح، لم نرى في يعني البهرجة والأمور الأخرى اللي كانت تعطي انطباع أولي لإشابة الانتخابات من جانب مالي. هذا لا يمنع كذلك الاحتياط من استعمال المال، ونحن في الأحزاب السياسية هذا واجبنا. أولا واجبنا على مرحلة أولية هو عن مرشحين يبتعدون من الناحية الأخلاقية عن استعمال المال الحرام وعن شراء ذمم المواطنين. كذلك على مستوى الدولة وعلى مستوى وزارة الداخلية كما أشرتم، نظن عن هناك إشارات قوية وقوية جدا للاحتياط من إفساد الانتخابات. هذه كلها يعني مؤشرات تجعلني أشجع المشاركة في هذا الاقتراع، على الأقل لكي لا يمر هذا اليوم ونرى أنفسنا كذلك في مراحل من عدم المشاركة وفي مراحل من انتظارية وفي تدبير مرحلة تدبير غير ديمقراطي يجعل الأحزاب بدون تمثيلية حقيقية. أنا أظن يعني الآن هناك عندي إحساس بأن هناك واجب وطني على المواطن بالخصوص.